أتأخرت علينا بالشراب يا بلال. ما كنت لأبدأ بفتية قريش قبل شيوخها. نحن والله أحوج إلى الشراب من شيخ رقت عظامه وذهب وفره. صحيح، لا يسمعنا أحدهم. أما زلت تخاف أباك؟ حتى يوضع في قبره. كيف رضيت أن يسرعك غلام جبير بن مطعم ذلك اليوم؟ وحشي؟ إنه أقوى مني يا سيدي، ولو كانت الغلبة بالتمني لانقلبت أحوال الناس. صدقت، ولكنت الآن مع الشيوخ تصول وتجول وتقضي في أمر محمد فيطيعك القوم. هل تتمنى لو كان ذلك يا بلال؟ لو اطلع الناس على أمان الناس لما تصافحوا إلا بالسيوف، ولكن ما تصنع الجوارح وقد ملكتموها مني يا سيدي. فلكم علي ما على العبد من حلب الشياه ورعي الإبل وحمل الدلاء والوقوف في ناديكم. لو كنت تحسن من اللعب بالحربة ما تحسنه من تلك، إذا لتم لنا حظنا منك. ليس من طبع الحياة تمام الحظوظ يا سيدي، وإلا استغنى الناس عن الناس. ما علمت قبل اليوم أن له حكمة. كنا أحوج إلى حربته وقوته. عبد وري أعظم خطرا من عبد وحربه.